قوة في اللعب. ماشي؟ راح اشوف. نهاية ان شاء الله راح يصير ترقيات. ترقيات حق الناس اللي تحضر، الناس اللي ما تحضر ما ياخذ ترقية. ترقية على الحضور، ترقية مو على القوة. تغيب وتجي تطق 10 هني مو مشكلة. أنت قوي حق نفسك، لكن الترقية ما تاخذها إلا في وقت الصحيح. إذا تحضر تاخذ ترقية. ما شباب؟ راح تسوي كونديشن. ان شاء الله شيء تقريبا 4 دقائق 3 دقائق مو وايد، وبعدها ان شاء الله راح نبلش المهارات ان شاء الله. اوكي هاي شباب الحلوين الصغار هناك لاين على الطفه كلنا. تفضلي معي. انزين راح ناخذ هذه من المهارات. الجيتسو القديمه لما بدات كان هدفها الاول سيلف ديفنس، كان هدفها الاول دفاع عن النفس. البرازيل لما سووها في البدايات كان في تشالنج وايد، يقربون على سيلف ديفنس بالحركات المعتاده مالتهم في التيك داون من ارضي، كانوا يسوون تشالنج وايد يتهاوشون مع الناس. حقيقه واقع لما سالوا الماستر كارلوس قال انتم ليش سويتوا العنف الزايد؟ قال ما سوينا العنف الزايد، بس احنا قاعدين مع شعب يبي كل شيء يشوفه على واقع. سوينا شيء يقول اوكي اذا شو اسمه تعال كله بيجربون. طبيعه البرتغاليين او البرازيل ذاك الوقت هناك كانوا ناس فيهم عنف. وليه وقت حديث ما فيهم عنف؟ يحبون الهواش، يحبون التجربه. فكانوا يجربون يقاتلون بالحركات هي. فالجيش البرازيلي كانت مركزه على سبب اكثر شيء وقتال واقعي. بعدين الحين تطورت صارت سكور مثل ما احنا شايفين بطولات ونقاط وهني ممنوع وهني ممنوع وتاخذ حركه ممنوع، مع انه كان قبل كل شيء مسموح لانه ما في قبل كان. يعني ما في قبل كان. قبل كانت سبورت قليلة بطولاتها او لقاءاتها، اكثر شيء كان كله نوع لما يقول لك كومبتيشن معناته قتال حي. كان يلبس الكيمونو ويطق. ما يلبس الكيمونو يسوي تك باك تك. لا ما كان كذي، هذا كيك. سبورت رياضة، كان يشجعون الناس يدشونها مثلكم حلوين كذي يبون يلعبون ياخذون ميداليات يدشون. قبل ما في ميداليات ولا هم يحزنون، ما يفكر شيء، يفكر قبل تشالنج يثبت الفن او الارت اللي عنده انه قوي انه مدرسته قوية. فايت فايت يلا بوم بوم نزل طابا بلش وجهه هذا شوك كذا كذي كان الله زين. الحين بعطيكم مهاره، المهاره القديمه سامبل بسيطه جدا سيلف ديفنس زبا. اذا حد قارني شو اسوي؟ هاي مال كارلوس قديم شو راح اسوي انا؟ شوف ايدي وين راح اوديها، ايدي هذه راح تصير داخل بهالطريقه داخل واحطها هني عندك. الثاني تصير هني فوق الباي. ماشي؟ خلصنا؟ يقدر ليش تروح ادش ايش؟ ما اقدر ادش لانه هو قوي وهو ماسكني، انا ما اقدر ادش بس كذي. ما اقدر. انا محتاج ادش شنو؟ بريوني لاحظ رجلي اليسار مع ايدي. وايدي هاي تروح فوق كني قبل كني بمشي الجاي. لاحظت؟ صفر. اذا سويت كذي، اذا قعدت بس سويت كذي بمكاني.
مش اسوي؟ ماشي. الحين ها وين اروح المي؟ يلا. ريلي هذا راح تروح ورا اروح مني ولا راح اروح منك؟ منك. اكيد؟ زين يعني هذه وراي. هذه وراي. هذه ورا جدي. هني. داخل؟ بوم. بص. 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 سهلة وايد. بعدين تدري الحلو تسوي تمرين تسوي ليش اي معك. بس قبل اذكر اللاعبين كنت اعطيهم تمرين هذا تذكرون الشباب اول يشغلني ورني حلو صعب ما يصير فايت كرروا 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 بس هاي تدخل كل مره بعدين صار الكل يسويها. قوي. ماكو شيء صعب. تكرار زين. بس توقف حتى المحترفين ما يوقفون تصير الحركه بطيئه وتصير مو صحيحه. حتى المعلمين، حتى المدربين، المعلمين احنا اذا ما نتمرن ما تصير صحيحه منك. واضح؟ يلا كمل كمل. عشان خلاص وياهم نسوي سبورت، بس نسوي سبورت امسك حزام شوي خليك تنحوها. دخلين واحده هني كنترول وسوي سبورت الحين اسوي داخل كنترول، داخل كنترول الحين ارجع التوز مره ثانيه، ادش عنده داخل، ابطل بدله، هني معاه، الحين بس انزل واسوي لي هوك، هني هذه هني، هالطريقة، وانا ماسك بدله الحين، الحين في مشكلة، ما اسوي سكيب، لما اسوي سكيب، بطل فوق، لأن إذا أنا ضليت مو حاط لي فوق ويعقوب، بس اسوي، خلاص؟ يا سلام عليك، عدل 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 في ناس تستعين ينزل وحاط وقف فوق. سكيب. سكيب. قبل؟ بص. خلاص؟ اخر مرة. سهلة وايد. ضربيني ستاك ما عندنا روحه. تخريب وحدة سبرول. الحين امسك داخل. بس ابي عشان ما تتحرك، تحرك تسحبيني. فالك انا ما يبغى. ستك صار تبغى الحين نطول لا انا ولا هو الحين اقوم اجيب سلايد امسك البدله وانزل على طول مكان وايد اوكي رزوس في سؤال واضح طيب ابي اخلي المسكه اليوم تتغير شويه يعني بس بسوي له رميه غير شويه اليوم ابي اغير جهه ايدي بخليها جهه الجوك ماشي واضح؟ إيدي كان إيدي عادة صح؟ عادة إيدي بالمسكة هني تكون صبيان هناك حلوين وبعدين أحط إيدي داخل هذه مثل ما هي أو هني صح الحين شو راح أسوي أنا وياه؟ فونس يونادي بس بهوش لأول شيء أبى أطق آخر تقريبا بس المرة اللي فونس يونادي راح يصير شوية ريفيرت غير شلون؟ راح تشوف
حيجي لي هذا التكيري ولا يسقطهم. واحد بطل لي الحين بطل لي شو راح اسوي انا الحين مكان مكان الحين المفروض شو اسوي؟ يبون زيوناغي يبون زيوناغي معروف المفروض ادش المكان هني ولا هني هذا اللي معروفه لا بغير بخدعه يعني راح يعرف غالبا راح يعرف انه راح يسوي كذي احتمال يسوي بيس احتمال يسوي هوك ريولا وراي فانا ايش راح اسوي؟ دخلت لي هني ماشي؟ رحت هني وانا اروح لي مكاني الحين راح انزل عنده هني الصوره ده عكس يعني بهني عندي كنترول على البدله صارت سهله ان ايدي اصلا اوريدي موجوده هني واروح واضح؟ زين؟ انا معاه هني قاعد العب سكه هذا داخل او قاشي اوه ما قدرت الحين ارد اخر وان يبني كلب دائما تشوف لما نروح حق التشوب او حق السايد وانا ماسك زين خليك على التولز لا تخلي ريولك فلات ورا انا محتاج اني اكون على التولز واضح؟ هذا
مشهورين. فورس عمل قوي جدا للمارشال آرتس، ذكرني بالعمل الصحفي للمجلات في الولايات المتحدة الأمريكية. استقبل باهر لهم، تابعوهم.